انت ما انت برجال، شلون تخلي الخواجه هذا يتكلم عليك ويهينك، ويهينك قدام عمك، وعمك يهينك ويطرد قدامه وانت ساكت؟ انا برجع الديره، والشركه حقت عمي عبد الله ما عاد نبطابها خير شر. غبي غبي، المفروض ما تترك الشركه للخواجه هذا وامثاله. انت ترى مهمتك انك تحافظ على فلوس عمك. وش يسوي طيب؟ وش تسوي؟ ما يبي لها شيء. المفروض انت اللي تبقى في الشركه وهو يطلع من الشركه وعلى يدك. ما عندي مانع، بس شلون؟ انا اقول لك، هو لازم يطلع من الشركه برضاه او غصب عنه، حتى لو وصلت الامور انه يطلع وروحه معه. انا حاضر باللي تبيه، انا تحت امرك. ما دام الموضوع كذا اجلس افهمك. سم شيء. لا انت اليوم فيك شيء، مع انك تقول انكم تصالحتوا انت وراكان وجلستوا سوا وفطرتوا سوا وضحكتوا، وش فيك يا اخوك؟ صدقني يا اخوي ما في شيء، سالتني هالسؤال 100 مره قلت لك ما فيني شيء. اصلا لو في اي شيء ما حد غيرك في الدنيا ممكن اقول لك الاسرار. الله يديم هالابتسامه هذه ان شاء الله. ما علينا، خلينا في الشغل، الأمور كلها طيبة. شوفي العمال ومواد البناء كلها أول بأول عندك. شلون الامور؟ لا بالشركه الامور كلها زينه، بس ناقصنا شويه سيارات. الله يكتب لي في الخير. لما قلت لي الرصيد شلونه؟ وين الرصيد؟ لا الحمد لله خير ونعمه، يعني وانت عارف كل شيء باسمك. اللي بسالك الحين خلف وينه؟ ترى ابغى ضروري انا. خلف خلف اي خلف جاه اتصال وطلع بسرعه يقول عنده مشكله في البيت، ما ادري امه ما ادري ابوه، ما ادري ايش سالفته يعني. الله يعينه. الجميع ان شاء الله يا رب. الو خلف. هلا. وينك انت؟ بتتاخر؟ شري ايش صار معي؟ ما غير دقدق علي، خوفتني وزعجتني يا اخي. يا ابن حلال ما في شيء، بس ركان قاعد يدور عليك وحمد ربك تري صرفت وقلت ان عندك مشكله في البيت. طيب خير ان شاء الله. طيب اسمع، متى بتسلمني الاغراض؟ دبر نفسك والمساء اشوفك. مع السلامه. يا كليب هذا بيبسي. طيب ليه ما جبت بيبسي ثاني لك؟ هذا ما في كويس، ما في كسر عظم. انا اشرب شاي حليب. ما علينا، شاي حليب بيبسي كله واحد. اسمع انا ما يبغى احد يعرف اني انا يجي هنا، فاهم؟ يا كليب انا ما في شوف انت، بس اليوم ما في فلوس. لا جاي الخير جاي. الدفعه الثانيه الخمسة كياس اللي راح تجيبها بيجيك مصلحه زينه. اوه 5 كيس في واجد فلوس، احسن من ربع واحد كيس. ما عليك والجاي احسن، بس ابي همتك. الله كريم. هيا خذ اشربها مع شاي حليب. سلام. اوه مع السلامه. شاي حليب فلوس واجد. اوه كلام حركات قمر.
خبر ايش كلام هذا نفر؟ 5 كيس هذا شغل زين جيب فلوس زيادة. أنا ما يبى قرقر واجد، أنا أجيب بضاعة، أنا في معلوم. أنا لازم يسوي شغل سرعة 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 سرعة. هذا واجد قرقر بس كليف خبيث كبير، بس أهم شيء فايدة كثير. راكان يقترح إن إحنا نلغي فكرة معامل الألبان، وبدل ما ننتجها ونعلبها نستوردها من برا. والله فكرة حلوة، أحسن من عذاب المعمل ومشاكله. يعني باختصار الفكرة هذه راح توفر علينا ثمن المعدات وتكاليف بنيان المعمل، وزيادة على هذا نقدر ناخذ وكالات عالمية لهالمنتج. بس عمتي أنا مع إنشاء المعمل بالبلد، يعني إنك تنتجين لحالك أفضل من إنك تجيبين من برا، يعني إتس مرة نايس. ودكم الصراحة يا جماعة، أنا مبدئياً عجبتني فكرة الاستيراد، والأهم إن إحنا لازم نغرق السوق بمنتجات الألبان المستوردة. ساعتها نشوف عبد الله يبيع لمين. طيب الحين شو المطلوب منا؟ من بكرة اتراسل كل معامل الألبان في كل العالم ونشوف الأفضل ونستورد منه. يا سلام عليك، يا سلام على التفكير. تم؟ طبعا تم. وأهم شيء مقبل تنفذ الخطة مثل ما قلت لك بالحرف الواحد. ابشر. واللي أهم من هذا كله الخواجة، ما بيه يقعد في الديرة ولا يبقى له أثر. تطمن يا شيخ، إذا ما طيرته من الديرة ما أكون مقبل. لو يوصل هالموضوع القص رقبتي. ما شاء الله عليك، أنا يعجبني حماسك، أنت رجال عندك حيوية وعندك حماس. مقبل أنا ودي أمشي للديرة قبل الليل، بس اسمع، كل فواز عيب اللي سواه، إلى جاه الضيوف البيت لا يصد عنهم ولا يقلب وجهه. شيخ أنت صاحب البيت وحنا ضيوف عندك، وأنت الداخل وغيرك الخارج. بارك الله فيك، لو أنت موجودة في البيت هذا ما جيت ولا دخلت مع الباب. بارك الله فيك، أكرمكم الله وفمان الله. يا هلا وسهلا، شرفت ولا كلفت. بسلامة. استغفر الله، حرام يا ولدي، الله يوفق. أنت ما تستحي على وجهك؟ وراك قالب خلقتك في وجه الرجال. إيش فيك معصب يا أخوي؟ سواليف واجد يا شيخ. بعدين وش كان يبي منك؟ ما هو بشغلك، الرجال جاي يطمن علينا ويمكن ناقص علينا شيء ولا ناقص علينا فلوس ولا. صحيح صحيح، يمكن ناقص علينا فلوس. اوه والله جزاه خير عليك. الحين انت ورا ما تصفي نيتك الا متى هالسواد اللي في قلبك؟ صف نيتك صف نيتك. اقول انت متاكد الرب لك بيجون او لا؟ متأكد منهم. ظل انت وش فيك اسئلتك كثرت؟ خايف من شيء؟ لا وش يخوفني، بس بيني وبينك تأخرت يا أخي. خلاص التأخير هذا منهم مقصود. مقصود؟ شلون يعني؟ احتياطات أمنية. احتياطات أمنية، اي صح انا نسيت ان احنا العصابة مو مهم، ومن حقهم ياخذون احتياطات وزي كذا يعني. يا ابن الحلال قايل لك احتياطات أمنية. اسكت اسكت، هذا ودق علي. اصبر. الو، دخلت مع الشارع؟ طيب ابي اشغل لك الفيشر. زين شغل الفيشر، شغل الفيشر. ايه هذا، ايه عرفتك، شفتك شفتك. تعال تعال تعال. يلا سلام. يلا مشينا. خلاص يما لا تأخر، حس اني تعبانة وابي انام. يلا مع السلامة.
معقول يكون نفس الشخص اللي اتصل قبل؟ الو. ما قدرت انام قبل ما اسمع صوتك واقول لك تصبحين على خير. من انت؟ انا اللي احبك وصابر. تصبحين على خير. الو الو. يا اخي انا ما توقعتك انك جبان وخواف لهالدرجة، بس يوم انك شفت الفلوس صرت اسد فعلا. الفلوس تخلي الحصن يا اسد. اقول بس مثل العملية الثانية، واضح ان هالعملية دي دسمة. معقولة؟ ايش هالضحكة البريئة ما شاء الله يا اخوي؟ قبل شوي ترقل وترتجف وتعرق، والحين تقول لي مثل العملية الثانية؟ اقول ما عليك، ما راح انساك في العملية الثانية. هذا نصيبك في العملية. مدام كذا يلا وصلني البيت الحين، خلني انزل وراح اعد الفلوس. اني ما اضمنك بصراحة. ما تضمني؟ يوه صار مجرم محترف يا مجرم. ما عليك، سك سك بس. ابو احمد وش صار معك؟ على وشو؟ الحادث. يا ولي انت ما تنسى يا اخي، خلنا مبسوطين وسهرانين. طيب اذا سولفنا في الحادث ما يأثر شيء بالسهرة. انت شكلك مت مصدقني. تدري شلون يبا؟ اذا عندك دليل على الحادث انه فعل فاعل سوي اللي تسويه. شاهده يقول سوي اللي تبي تسويه. اسمع فكنا من اخوك اللي يرحم والديك. اي يا سليمان هو صادق، اذا عندك شيء قول لنا، خلنا نخلص من هالسالفة وابو احمد يرتاح. يا سليمان صدقني ولي يرحم والديك، انا كل اللي عندي قلته. اي بس انا اللي عندي ما قلته. صاحب الشاحنة اللي بغيت تصدم فيه كان اليوم عندي في القسم. معقول؟ وش يبي؟ ما عليك من اخوك يمزح. معقوله بعد هالغيبة يظهر؟ وينك كل هالمدة؟ معك حق، ساق الشاحنة نقل خارجي ودائم يغيب عن المملكة، وكان عنده بضاعة موديها للكويت وتوه جاي. شنو يعني؟ وليه ما بلغ؟ وقال كلام مهم وكثير. وش قال؟ وقال انه شاف الحادث كله في المراية وما قدر يسوي اي شيء علشان يتلافى الحادث. طبعا لاني انا سايق وراه وهو سايق شاحنة. وقال لي في سيارة كانت تمشي في جنبك وكانت تضايقك بشكل مقصود، انت لفيت الحادث وطلعت برا الطريق. ايش قصدك؟ قصدي من صاحب السيارة. قلت لك ما في سيارة من الأصل، أنا اللي سببت لنفسي لأني كنت أتكلم بالجوال. إي صحيح سليمان، لأنه كان يكلمني وقت الحادث. وفوق هذا كله كانت في سيارة وأبغى أعرف صاحب السيارة. ما تبي تقولي من وين جبت هالفلوس؟ يا بنت الحلال قايل لك من شغلة، خلاص افهمي. من شغلة؟ اي شغل اللي يجيب لي فلوس هذه كلها؟ وهو من يومين معطيني راتبه. يعني منين بجيبهم يما؟ اكيد من شغلي يعني. افهمي، هذه اللي فيدك عمولات ياخذها من بيع السيارات، افهمي. ما حد قالك تكلم ولا هو حاطك محامي عنه، خليه هو اللي يرد. مثل ما قالك خالي، عمولات. عمولات؟ خليه يزن على راسك واشوف اخرتها معاك. يمشي ذا الكلام يا اخيتي. خلاص يا اخوي خلاص، اسمعني وانا امك، اللي يجي بالحرام يروح بالحرام، سمعتني؟ وياخذ صاحبه معاه. يما وش هالكلام ذا اللي قاعد تقولينه؟ ما في لا حرام ولا شيء. لو هذه الفلوس بالحلال كان جيت وعطيتني اياها وقلت لي يا امي هذه من شغلي، ما تاخذها وتوديها لخالك بالدس بالخش مثل الحراميه، لانها اصلا ما اجت بالحلال. اسمع ما عليك منه ولا يأثر فيك هالكلام، أمك هذه وجه فقر. المهم قول لي وش
الاخبار راكان؟ يا ترى من يكون؟ معقول ما يتصل مرة ثانية؟ شلون بيتصل وهو قال لي تصبحين على خير؟ أكيد ما بقى عنده كلام. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول غالية يوم كلمتني قالت إنها نعسانة تبي تنام. ليش صار لها الحين نوم؟ ضاق صدري وما جاني نوم. قلت أتسلى. لا تنسى إني طول الوقت جالسة لحالي. الوحدة قاتلتني. تصبح على خير. وش فيها أمي؟ رجعنا لموضوع الوحدة. وش القصة؟ وش اللي تبي توصله لي؟ ليش تبكي؟ يا أغلى وأحن أم في الدنيا. أبكي لأني أحب. لو كنت مثل ما تقول إني أحن أم بالدنيا كان ما خبيت عني يا راشد. يا يمه ما في شيء أنا أخبي عليك. كل ما في الموضوع إني أنا أشتغل وأستلم راتب والفلوس اللي أخذها أعطيها خالي يجمعها. يعني خالك أحرص مني أنا عليك؟ أنا أمك لو وقت ضرورة عطتك بعيوني. أنا كل اللي أبيه من الدنيا إنك تاكل رزق حلال وبس. يا يمه اطمني ما في لك كل اللي ياخذه كله حلال. لا تخافي. الله يهديك يا ولدي. الله يهديك. بس روح روح نام وارتاح. بس الله يخليك الله يخليك. لا تتبع خالك. الله يخليك. الله يهديك يا ولدي يا راشد. الله يخليك أخوي. الله يخليك. اترك لي ولدي الحالة. اترك حبيبي هذا. أنا ما عندي أحد في الدنيا غير راشد يا أخوي. ما عندي غيره. يلا أنت حييه. تفضل تفضل يا شيخ مثله. لحظة يا ابن الحلال، أنا ماني فاضي الحقيقة، عندي شغل وبروح. يا ابن الحلال أنت قهوة بس. ما يحتاج الحقيقة، أنا كنت عند مقبل وفواز وسلمت عليهم ويسلمون عليك. اوه ما شاء الله، بشر عساهم مرتاحين. اي مرتاحين. شو عاد انت تقدر تقول مرتاحين ولا هم مرتاحين يعني؟ ماشي يا ابن الحلال، تعال انت قهوه ونسولف. لا 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 لا، انا بروح عندي شغل. اسمع انا بمرك عقب العصر، ابيك في موضوع. طيب ورا ما تقولها الحين؟ ما ينفع الحين، خله بعد العصر. خلاص انا اسمع، لا تروح منا ولا منا، خليك هنا موجود طال عمرك. جهز القهوه والشاي وانا بجيك إن شاء الله. تم ابشر. فمان له فمان له. وش عنده مثلي؟ الله العظيم. أنا أنطق عند الباب والخواجه ماخذ صدر المكتب عند عمي. صدقت يا شيخ مفلح، عمي يفضل الغريب عليك، لكن يصير خير. بصراحة يا أستاذ عبد الله، سالم طلع مدبر جدا وذكي. صحيح نحن خسرنا بعض العمال، بس قدر خلال يومين يوزع عمال البناء اللي بقيانين على كل المشاريع بشكل ما يتعطل ولا مشروع. يعني ما يحتاج نجيب عمال؟ إذا استمرينا بهذا التنسيق بين كافة مشاريع الشركة ما نحتاج نجيب عمال بنا زيادة. وما في ضغط على العمال أبد؟ شيء لا يذكر. معناه أنهم يستاهلون المكافأة. وانت يا سالم بيض الله وجهك، كفو. هذا واجبي، وفوق كذا أخذ راتب عليه. وانت بعد تستاهل المكافأة، أعطيك العافية. الله يعافيك. وانطالع نادي المقبل. حاضر.
كأنك للحين زعلان على ملبل. بالعكس، وأنا مصر بأنه يبقى بمكتبي. أنا بعتبره مثل أخي الصغير. ما تقصر. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. مقبل. سم. سم الله عدوك. جبران خلاص نسى اللي صار بينكم وكأنه شيء ما صار، وتقدر تداوم مكتبك. أبشر يا عم، وأنا أبيك تسامحني على اللي صار. مسامحك، وهذا الكلام اللي يثلج الصدر. تبي شيء؟ سلامتك. راضي؟ إيش رأيك ناخذ جولة على المشروع؟ جاهز. توكل على الله. تفضل. جابر، شيك طالعني؟ لا ولا شيء، بس وش اللي بس؟ علشان اهتميت بنفسي شوي؟ لا بالعكس، هذه أمورك خاصة فيك، ترد على حريتك. بس أنا تذكرت مشاعر الطفلة الصغيرة وضحكتها وحيويتها. ليش؟ شايفني الحين عجوز؟ بالعكس، انت شيخة الزين. الله يجبر بخاطرك. عطني الملف اشوف. ايه تفضلي. وحتى الكالب البلدي جودة غلط وخالي الامانة ولازم يترك الشغل. انا اقول نعطيه فرصة ثانية. الصراحة انا ما تعودت ارجع حد. يا استاذ اللي خان افصله. انا شو بضمني بكره شو راح يعمل؟ نحن بنشتغل ببناء المباني، يعني شغلنا بده أمانة، ولا كل شيء قابل للانهيار، ولا شو رأيك يا أستاذ جبران؟ صدقني كلامك محله، بس القرار الأخير للأستاذ عبد الله. هذا رأي أستاذ عبد الله، والقرار لك، وبعدين هذه مباني مو لعبة. نستغني عنه، بس بشرط تصرفوا له مكافأة الطرد. يا ترى جاء الوقت اللي أتكلم فيه ولا لا؟ الظاهر إنه جاء وقته. إلا أكيد هذا وقته. إن شاء الله يكون فهمني ذا الغبي، لأنه ولد أختي هذا نص غبي ونص ما يفهم. ما ادري طالع لمين، اكيد طالع لم. خير 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 يا اخوي، ايش سببها الضحكه هاي؟ ضحكني معاك. الحين انتي بعد توقفين ورا الباب وتتجسسين علي وتقولين انا ما تجسس عليك. ايش دعوه يا اخوي؟ ما كبر بيتنا كلها غرفه ونص، بس انت قمت تنسى نفسك وتعلي صوتك. انا انسى نفسي؟ اي انت تنسى نفسك كثير مو شويه. بس ما قلت لي كنت تضحك على ايش؟ ضحكت تذكرت ولدك الله يحفظ لك ان شاء الله. دائما اقول هالغبي طالع لمين. فكرت لين اصرت مخي، بعدين لقيت انه مو بطالع لي انا. يعني ايش تقصد؟ طالع علي؟ Thank you.
مكانك. هلا براشد، اطمني شو الشغل؟ لا بشرك الشغل كله زين، بس انت الله يهديك قاعد تعطلنا شوي، كله بسبه التوقيع مع الوكالات والامور الماليه. يعني الله لا يهينك تجي تداوم بشكل اكثر، لان الشغل مثل ما انت شايف كل مالي قاعد يزود. لا تشيل هم، خلاص انا بكره بسوي لك وكاله وتصير انت توقع عني وتخلص الامور، تبيع وتشتري وتنقل على راحتك. آمر، وخرتها معك، انت ما راح تحل عني. شلون تبيني احل عنك وانا احبك وابيلك الخير؟ انت ما تفهم يا اخوي، انت ما يجي منك الخير، اخلص بس ايش تبي بصراحة يا ولد مشاعل. انت قليل ادب، انا اسمي ركان. ايه ادري ركان، لكن اللي ما ندري عنه هل انت ولد ابو ركان ولا ما ندري. اقول انطم واحترم نفسك وتكلم زي الناس يا حقير. اصبر علي، تراني ابي مصلحتك وما ابي احد يجي يشاركك في اموالك الكثير. اللي امك وخالك ماخذينها كلها ومسيطرين عليها ولا يدونك منها الا شوي. وش قصدك؟ قصدي يا الحبيب انه ابوك ابو ركان كان متزوج قبل امك 3 حريم، بس ها الشيء اللي يحير ان ورا ما جاب منهم ولد، والمشكله انه كان في عز شبابه. 3 حريم؟ وش اللي قاعد تقوله انت؟ هذا الحقيقة، انت لازم تعرف هالشيء، ان ابوك بعد ما تزوج مشاعل حملت وجاب منها ولد. عقبه مات شلون؟ ما ندري هالشي، ما ندري عنه. فكر وافهم يا فهيم، لكن كل شي بيدين الله سبحانه وتعالى. الو الو الو، وش قاعد تناظر انت؟ راح انقلع مسلك سيارة ثانية. يا اخوي ايش فيك انت؟ مو حلو يشوفونك العمال وانت كذا معصب، وش اللي صاير؟ ما فينا شيء، اتركني يا ابن الحلال. معني بتاركك لما تقول لي وش فيه؟ وش فيه؟ من اللي مكلمك؟ اقولك اتركني، اتركني يا اخي. ركان ركان، تقدر تقول حضرتك دلوقتي ان الامور ماشيه تمام وزي الفل. البركه في الاستاذ ركان لما وفر لنا عدد كبير من عمال البناء. يعني الفضل الحين ركان وحنا لا؟ لا لا استاذ، انتوا الاثنين فيكم البركه، ما تقولش كده. أستاذ ركان فعلا وفر لنا عدد كبير وأنقذنا، لكن أنتوا الاثنين كلكم بركة. يلا كلنا في خدمة هالشركة هذه. عموما تقدر تكمل شغلك يا أستاذ. إن شاء الله. شكرا لك. الشرطة بعدين بتعرف يا راشد، وبعدين شو منزلك؟ خليك في السيارة لين اجي. وش بقول للشرطة؟ ايه صح، بقول في واحد مزعجنا على الجوال وجيب سيرة امي ورقمه ما يطلع. ايه كذا الفكرة حلوة. وش فيني انا؟ الظاهر اني انهبلت. طيب لو استدعوا امي للتحقيق علشان يعرفون من المتصل. لا 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 لا، كذا بفضح امي. لا لا، الفكره هذه ما بزينه، انا لازم اشوف لي حل ثاني. الحين قل لي يا ركان وش فيه؟ ليه جاي الشرطه؟ يعني وش دعوه؟ يعني انت خوي وتقول لي كل شيء دائما، يعني وش معنى هالمشكله ما تبي تقولها؟ وش اللي مضايقك؟ طول عمرك وافي يا راشد، لكن تأكد اني اذا احتجت اي شيء راح اجيك انت. ايه؟
كذا ابتسم، ترى الدنيا ما تستاهل وانا اخوك. مثل ما قلت الدنيا ما تستاهل. نعم، وش تبي يا حقير؟ حقير؟ افا ما عليه، انا حليم وراح اتحملك لاخر لحظه يا الضعيف. وينك فيه؟ قابلني، اذا انت رجال قابلني يا جبان. وش ابي منك؟ ليه يا ابن الناس تروح للشرطه؟ ها تبي تشتكي علي؟ ما عليه، رح اشتك. انا بعد ابي اشتكي، انا في داخل قلبي وفي صدري في اشياء ابي ارتاح منها. راح اشتكي بكيفك، وعشان اختصر عليك انا ابي اشتكي على نفسي. ايه ابي اشتكي على نفسي، توني اشوفك. لو اني شايفك من اول ودخلت القسم كان لحقتك، وكان دخلت وقلت يا حضرة الضابط انا عندي شكوى ابي اشتكي ولد مشاعل، افتحوا المحضر. وينك فيه انت؟ وينك فيه؟ واجهني، وينك فيه؟ وينك فيه؟ وش فيه؟ لا تقول لي ذا الحقير، وش قاعد يقول لك الحقير ذا؟ شلون بدي أقابل الأستاذ راكان؟ لازم هو وخلف حلوا لي هالموضوع تبع الشغل قبل ما تنتهي إقامتي. شو عم يهربوا مني؟ لا خلف ولا راكان، عم يردوا على جوالاته. طيب بستنى شوية. أنا ما راح أسألك وش فيك، بس اللي أنت قاعد تسويه بنفسك هذا ما هو بزين. تكفى يا راشد، تكفى يا راشد، خلني بلينا فيه. هذا ودق الحقير. عطني اتفاهم محل حقير. راشد الله يرحمه والديك، عطني الجوال. لا تدخل. نعم. الا نسيت اسالك، من ذا اللي جايبه معك؟ ها بتقارد؟ جايب بتقارد معك يحميك؟ ام حق يا البتقارد. اسمع، ترى ذا حشره ذبابه أدوسة برجولي واتفل عليه بعد. لكن أنت يا ولد مشاعل ما يهون علي، أحبك ما أقدر أرميك حتى بوردة يا حبيب قلبي. ألو ألو. شبي قاعد يقول لي نسيت أذكرك من اللي معك، يقصدك أنت. قاعد يقول هذا كنا ذبانة وأقدر أدس عليه بأي وقت. بالله يقول لك أنا ذبانة؟ والله ما ذبانة إلا هو هالحقير، بس هين لازم يتفاهم معه، تفهم ولا لا؟ أجيب الله إن شاء الله. ليش ما فوت على شركة راكان وقابل المسؤول؟ وقل له أنا يلي جبت لكم معلمين الباطون عن طريق راكان، بركي بيقدروا وضعي إني خدمتهم وإنه بسببهم انطردت من شغلي. لا لا مو حلوة، خاف يزعل الأستاذ راكان إذا حكيت من وراه. مرحبا استاذ راكان. وش تبي انت الثاني بعد؟ عبد الله طردني من الشغل من شان العماله اللي جبت لك يا هون. واذا طردتك ايش بينا اسوي لك؟ يلا انقل على اشوفك هنا. جميل، يعني احنا اول لله الحمد ماشيين ضمن الوقت وضمن الخطه، بس اهم شيء ما نتعطل على المواد، لان انت عارف احيانا المورد بيتاخر شوي. لا تطمن من هالناحيه، أنا كلمته وحذرته، وأي تقصير منه بنشوف خيره.
اطلع يا صلاح وتركنا. وش فيك؟ انا عندي سؤال وابيك تجاوبني بصراحه يا خال. ابوي كم تزوج واحده قبل امي؟ ركان وش هالسؤال؟ ابوك ما تزوج الا امك. جاوبني بكل صدق يا خال. ابوي كم تزوج واحده قبل امي؟ وش فيك ساكت يا خال؟ ركان وش فيك؟ اقول لك ابوك ما تزوج الا امك. شو اللي صاير؟ ليش هالعصبية؟ الله يستر. يمه! يمه! خير، شو فيك تصارخ؟ شو فيك؟ يمه قولي لي، أبوي كم تزوج وحدة قبلك؟ راكان شو هالسؤال؟ تعال نتكلم في المكتب. جاوبيني يا يمه، أبوي كم تزوج وحدة قبلك؟ تزوج ثلاث قبلك. تزوج ثلاث قبلك يا يمه. حقه، وش اللي يهمك في الموضوع؟ يمه اللي يهمني ان ابوي تزوج ثلاث ولا واحده منهم حملت. ليش انت الوحيده اللي من اول سنه تزوجك فيها ابوي حملتي وبعدها مات؟ ايش قاعد تقول؟ ايش قاعد تقول؟ خالي لا تدخل. جاوبيني يا يمه، ليش انت الوحيده اللي حملتي وغيرك ما حمل؟ جاوبيني يا يمه، ليش ساكته؟ جاوبيني. ما توقعت هالسؤال من ولدي. اضربيني يا يمه، بس الحين ابي اعرف الجواب. ليش غيرك ما حمل وانت الوحيده اللي حملتي؟ مشيئه رب العالمين والنعم بالله، لكن مصيري بعرف الحقيقة. ليش واقفين؟ كل واحد تشوف شغله. راكان، إذا كان لي غلا عندك واللي يرحمني والديك، وقف على جنب. وقف على جنب، فهمني وش اللي قاعد يصير معك. وقف وقف وقف. عين الله خير ابن الحلال. يلا قل لي الحين، تكلم فهمني يا اخي، اعتبرني اخوك، فضفض اللي يفتح قلبك، يمكن تلاقي الحل عندي. ما عليك منه ذا الحقير، اكيد قال لك كلام وضايقك يا اخي. كلام؟ يا ليته كلام يا راشد. يا راشد هذا دمرني، دمرني ولعب في نفسيتي. ما عاش من يدمرك يا ابن الحلال. خلاص انت الحين روق، خلينا ننزل ونشم هواء وفهمني السالفه كلها. انزل انزل انزل، عيل الله خير، انزل.